بسم الله الرحمن الرحيم، بنستكمل الجزء الثاني من المحاضرة، وفيه بنتكلم عن الاعتبارات التصميمية الخاصة بمنطقة الأودينس أو الجمهور والمنطقة الخاصة بخشبة المسرح. وأول حاجة هنبدأ بيها هي منطقة الجلوس أو seating area. تعتمد سعة قاعات الاستماع على الفانكشن أو الوظيفة اللي هي هتأديها، ففيها طبعا في بدائل مختلفة أو في تنوع في الأعداد اللي ممكن تحتويها قاعات استماع، بتبدأ من أعداد القليلة اللي تحت 250 فرد لحد 2000 فرد. طيب أنا محتاج أعرف القاعة الاستماع اللي أنا هصممها لمثلا ل 500 شخص أو ل 500 فرد مساحتها التقريبية هتبقى كام. محتاج أبدأ من الـseating capacity أو المكان أو المساحة اللي بيقعد فيها المتفرج. طيب هل في شكل واحد بس للأماكن الجلوس أو لشكل الكرسي اللي في قاعة الاستماع؟ لا، في أشكال مختلفة وليها وظائف مختلفة. هل في شكل واحد للممرات اللي بتتحط بين الكراسي؟ لا، في أشكال مختلفة للآيلز أو الجانجويز زي ما احنا شايفين في الشكل بتاعنا. احنا دلوقتي في الجزء ده هنتكلم عن الـseatings seating format والseating types والآيل formats والآيل types. توزيع المقاعد في قاعات الاستماع بينقسم لنوعين. النوع الأول هو الاستاجرد أو التبادلي، اللي بيبدأ فيه يترحل الكرسي الخلفي، مثلا لو في كرسيين جنب بعض الصف اللي وراه بيبدأ يتحرك أو يترحل محور الكرسي أو مركز الكرسي اللي ورا، يبقى في المنتصف ما بين الكرسيين الأماميين. وده بيتعمل عشان خاطر نوفر رؤية واضحة لليوزر اللي قاعد ورا. ده الستاجرد فورمات. وفي النون ستاجرد فورمات، واللي هو الكراسي بتترص عادي ورا بعضها. عندنا اربع اشكال اساسية للكرسي في اي اوديتوريوم، سواء كان خارجي او داخلي او امفي ثياتر. عندنا البنشز، طبعا هو مش موضوعنا ان احنا نتكلم على البنشز، بس الاساسي فيهم اللي احنا محتاجين نعرفه في المحاضرة بتاعتنا هو الفيكسد سيتس، أو الأماكن اللي هي الكرسي فيها متثبت على الأرض مش بيتحرك، تمام. وبيبقى فيه منه نوعين، النوع اللي هو بمسند، كرسي بمسند وكرسي من غير مسند. وعندنا التيبت أب سيت، هو برضو فيكسد، نفس فكرة الكرسي الثابت في الأرض، بس الفكرة إن الكرسي ده بيتطبق وفيه منه نوعين طبعا عشان يوفر مساحة. في نوع منه سيلف ريزنج، يعني بيرفع نفسه زي ما بيبقى فيه سوستة كده، وفي نوع تاني بوش باك تايب، يعني انت اللي بتزقه عشان خاطر يترفع. فكل نوع من دول ليه سبيكس وليه ابعاد انت محتاج بقى تدور عليها. وفي نوع تالت هو الكونفرنس سيت، وبيبقى عبارة عن يعني سيتنج محتوي على فيكسد رايتنج سيرفيس وكرسي، وكمان بيبقى مزود بحاجات ليها علاقة بالكوميونيكيشن او التواصل او التصويت وهكذا. وفي فيكسد سيت ويز رايتنج بنش، يعني نفس الفكرة من اللي هو الشكل اللي هو ده، الفيكسد سيت ويز رايتنج، عفوا. في نوعين من الكراسي الخاصه بالمؤتمرات، وهي عباره عن كرسي ومعاه رايتنج بنش، وفي نوع تاني بيبقى فيكسد ديسك والكرسي بيتحرك، والديسك ده بيبقى عليه وسيله للتواصل او التصويت. مطلوب من المعماري انه يبقى ملم بابعاد اساسيه مرتبطه بتصميم منطقه المقاعد او السيتنج اريا. منها هي بعض المصطلحات اللي عايزين بقى نركز فيها كده، وانا هعمل عليها هايلايت دلوقتي واحنا بنتكلم. منها سيت واي او المسافه الافقيه اللي هي ما ينفعش تبقى فيها obstruction، المسافه اللي هي دي زي ما احنا شايفين بعد ما الكرسي بيتطبق، المفروض المسافه دي ليها مينيمم دايمنشن، الكود طبعا بينص عليه، والمفروض انت تبقى عارفه وعارف المينيمم كليرنس والريكومندد كليرنس في نفس الوقت. عندنا برضو من الأبعاد المهمة اللي انت محتاج تعرفها الباك تو باك سيت سبيسينج، اللي هي دي اللي احنا بنشاور عليها حاليا، هي المسافة اللي هي دي الباك تو باك سيتينج، يعني من ظهر الكرسي زي ما احنا شايفين هنا للي بعده أو للي أمامه. طبعا في أبعاد كتيرة جدا مختلفة من كود لكود ومن كتاب أو تكست بوك لتكست بوك،
انت محتاج تعرف المينيمم والماكسيمم الرينج، وفي نفس الوقت لما بتيجي تصمم بترجع للمورد او للمكان اللي انت هتاخد منه المنتج بتاعك، وبتبدأ تشوف السبيكس بتاعته وتطبقها على التصميم. وطبعا ده انتوا اكيد شفتوه في الوركينج دروينجز، وبيحصل كتير قوي في الفترة اللي انتوا شغالين فيها دلوقتي. طبعا زي ما احنا عارفين في كتب الداتا في جداول فيها الابعاد الخاصة بالسيت ويز اللي بين الكراسي، بس محتاجين نأكد ان السيت واي في حالة الكراسي الفيكسد او الثابتة اللي ما بتتطبقش بيتحسب من الكرسي نفسه او قاعدة الكرسي لظهر الكرسي اللي قدامه، اما في حالة التبت اب او الكرسي اللي بيتطبق او القلاب بيتحسب من ذراع الكرسي لظهر الكرسي اللي قبله يعني في الصف الامامي. وطبعا احنا عارفين الجداول بتاعت الكراسي او الممرات اللي بين الكراسي بترتبط بعدد الكراسي المتتالي اللي ورا بعضه، يعني كل ما يزيد عدد الكراسي زي ما احنا شايفين كده قدامنا بيبدأ الممر يبدأ يضطر نزوده عشان خاطر متطلبات الهروب من الطوارئ، يعني لأسباب الطوارئ. فزي ما احنا شايفين كده كل ما عدد الكراسي بيزيد بيبدأ السيت واي ده يزيد زي ما احنا شايفين كده. طبعا انت المفروض بترجع للكود المصري للحريق عشان تعرف ايه هي متطلبات الهروب والمتطلبات الخاصة برضو بالمخارج. الشكل اللي امامنا بيوضح الفرق بين الكرسي اللي موجود في المسرح والكرسي اللي موجود في قاعة المؤتمرات، والفرق بينهم في الseating density او المساحة اللي بيشغلها الكرسيين. يعني طبعا احنا بنحتاج الرقم ده او الـ seating density factor ده او يعني رقم المساحة دي احنا بنحتاجه ضروري جدا عشان خاطر نقدر القاعة بتاعتنا زي ما احنا شايفين هيبقى مساحتها بالتقريب ايه. طيب من الـ seating density في يعني in a conference hall بيتراوح الـ density من 0.34 طبعا، وده الاقل حيز مكاني بيتخصص للمقعد نقعد يعني لحد 1.09 متر مربع. في الثياتر سيتنج دينستي بتبدا من المينيمم دايمنشن من بوينت يعني هنقول 0.4 متر سكوير ل 1.05 متر سكوير. طبعا الارقام دي مختلفه حسب شكل الكرسي والنسب بتاعته وهكذا، احنا اتفقنا ان في رينج من الابعاد متاح وموجود بس انت تدور عليه وتعرف الرينج ده ايه بنفسك. طب انا اعمل ايه عشان اعمل استيميشن للجروس اريا بتاعه الاوديتوريوم؟ عندي جدول كده بستخدمه بيقول ان المساحه للاريا اوف سيتنج ممكن بتتراوح من 0.5 ل 0.7 حسب المساحه اللي معاك. لو انت معاك مساحه توتال، لو انت المساحه دي يعني مش واسعه مش كبيره جدا ممكن هتبدا تاخد المينيمم بتاع السيت. لو انت عندك هتشتغل بقى والدنيا مرحرحه معاك هتبدا تشتغل تاخد الفاكتور الاعلى. طيب بالنسبه لده الاريا سي اوف سيتنج دي ممكن استخدمها عشان اعرف الاودينس اريا. طب لو انا عايز اعرف الاريا بتاعه القاعه كلها ممكن ابدا استخدم الفاكتور لحد متر مربع، يعني لو عندي 500 فرد ممكن ال 500 فرد دول يشغلوا قاعه فيها يعني 500 في متر يعني ب 500 متر مربع. يعني الموضوع سهل جدا عشان خاطر بس تبقى عارف في دماغك الجروس اريا ممكن تتحسب ازاي، بس الفاكتور الحقيقي او سيتنج دنسيتي هي يعني الماكسيمم بتاعها 0.7. طيب بالنسبه للفوليوم لو عايز تحسب الفوليوم برضو عندك جدول هنا تقدر من في رينج من اول 2 ل 5 متر مكعب تقدر تستخدمه في حساب الليكتشر هولز والدراما ثياترز. برضو في تيبل تاني زي ما احنا شايفين بيتكلم عن طريقه الحسابات تقدروا تراجعوه لما تيجي تعمل تصميم تراجع بقى او تحسب الحسابات بتاعتك بطريقة كويسة. عندنا نوعين من انواع اماكن الجلوس، النوع الاول هو الستاندرد سيتنج والنوع الثاني هو الكونتيننتال سيتنج. اول حاجة نتكلم عنها هي الستاندرد سيتنج، فيها السنتر ايل او السنتر جانج واي، وهو ممر بيبقى موجود في وسط منطقة الجلوس زي ما احنا شايفين اللي عاملين له هايلايت. في النوع الثاني اللي هو السايد سيكشن، وبتبقى الممرات فيه جانبيه، بيبقى ممرين جانبيين وبيقسم السيتنج لثلاث اماكن تمام. ومنطقه الجلوس الجانبيه ما بيبقاش فيها يعني ممر على ناحيه الحيطه.
النوع الثالث اللي اسمه ستاديوم تايب، والنوع ده بيبدأ يتوزع فيه غير الممرين الجانبيين اللي احنا اتفقنا عليهم دول اللي بيخترقوا منطقة الجلوس، في ممر في النص طبعا ده لما بيبقى الأعداد كبيرة بس عرضي بالشكل اللي احنا شايفينه. النوع الثالث بقى او النوع اللي هو الكونتيننتال سيتنج، بتفضل في الكراسي مستمرة، ما بيحصلش فيها ان هي يبقى بينها ممر زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده محتاج ويتطلب مننا ان احنا نوسع المسافات بين الكراسي لسهولة خروج الناس ودخولها في الأعاد اولا، وثانيا لسهولة الهروب. فساعات بيزيد عدد الكراسي في هذه الحالة لحد 22 كرسي. وطبعا انا هوريكم أمثلة للسيتنج ده ان شاء الله في السلايد الجاي. شكل الممر ممكن يكون ستريت لاين زي ما احنا شايفين في الشكل اللي امامنا ده، وده يعني ممكن يبقى معقول في القاعات المستطيلة الصغيرة يعني، ومش من احب يعني الانواع والاشكال يعني، هو البورست تايب. في عندنا الكيرفد ايلز زي ما احنا شايفين في الشكل اللي امامنا، وفي الكومباوند اللي بيبدأ يتحرك شكل الممر ويبقى يعني ستريت لاين او فان شيبد، وينكسر بزاوية ما في اتجاه خشبة المسرح زي ما احنا شايفين. عندنا النوع الثالث وهو الفان شيب ايل، وهو الايدلي بيست يعني، او البيست تشويس لان انت تشتغل بيه في الشغل بتاعك، او الراديال زي ما بنقول. يبقى عندنا نوعين كده عايزين نأكد عليهم، النوع الاول اللي هو الستريت وده بور فورمات especially in fan shaped holes، وفي الستريت راديال برضو are better than curved aisles. الهومورك بتاعكم هو ان انتوا تفتحوا الكود المصري الحريري وتشوفوا اشتراطات الدفاع المدني وايه هي المتطلبات التصميمية اللي نقدر نعرف الابعاد بتاعتها اللازمة لتصميم اي قاعة استماع، من حيث مسارات الهروب او الابواب وعدد الابواب، وايه هي الاشتراطات اللي بيحطها الكود المصري. في عجالة هنستعرض الاشكال الخاصة بالصفوف، صفوف الكراسي، ومنها الستريت روز والكيرفد روز، واللي هي زي ما نقول بروكن او زي ما احنا شايفين هنا هي ستريت روز والسيبريت انجلد سايدز. طبعا انت عندك بقى الفرايتيز مختلفة للشكل الكراسي عشان خاطر تحطها في القاعة بتاعتك. بعد ما خلصنا الجزء الخاص بالسيتنج اريا هنبدأ نتكلم على السايت لاينز اللي هي مرتبطة بالرؤية داخل قاعات الاستماع. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ادينا نعمة البصر ونعمة السمع، والاتنين زي ما بنقول كده في بينهم coordination او تنسيق بينهم هما الاتنين عشان خاطر ادراكنا يبقى متكامل. طيب يحصل ايه بقى لو السمع والبصر مش متفقين مع بعض؟ يعني انا سامع حاجة بس مش شايف، او شايف ومش سامع، يبدأ يحصل مشكلة او خلل في الادراك، مبقاش فاهم، في المعلومة مش هتوصلني كويس. يبقى لو المستمع مش شايف السبيكر او المتحدث هيحرم من الفهم الخطاب اللي هو موجهه له، ويحرم كمان من الصوت المباشر او الدايركت ساوند. طيب عندنا قاعدة مهمة جدا في الصوتيات، واحنا ليه بنقول الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ السايت لاينز او زوايا الرؤية الخاصة بقاعات الاستماع مرتبطة تماما بعلم الصوتيات المعمارية، لان الجود روم اكوستكس تساوي الجود روم اكوستكس تساوي جود روم فيجن. يبقى احنا هنعرف يعني ايه الروم فيجن او الفيجن جوه قاعة الاستماع، ايه الاساسيات بتاعه التصميم عشان نقدر نوصل لصوتيات جيدة لقاعة الاستماع. قبل ما أبدأ أستعرض يعني الأساسيات الخاصة بالفيجن أو الفيجوال يعني فيلد جوه قاعة الاستماع، في بعض الأسئلة عايزك تسألها لنفسك كده. هل أنت عندك خلفية عن إيه هي الزاوية الماكسيمم الهوريزونتال والفيرتيكال للإنسان ممكن يشوفها؟ هل عندك خلفية عن ايه هي اقصى مسافة يقدر الانسان يشوفها بحيث يميز الرموز او يميز الالوان او تعبيرات الوجه او حركات الجسم؟
الرينجز دي، الأبعاد دي، هل أنت عندك خبرة بيها أو ولا لسه ما سمعتش عنها؟ لازم نعرف يعني لازم نطرح على نفسنا الأسئلة دي، لأنها مرتبطة تماما بتصميم القاعات الصوتية. في الجزئية دي هنبدأ نتكلم عن الزوايا الأفقية للرؤية، وهي متطلب رئيسي في تصميم المسارح أو قاعات الاستماع، وخصوصا اللي فيها شباك مسرح أو البروسينيوم، لأن البروسينيوم بيبدأ يقلل المجال اللي بيقدر يشوفه المشاهد، فلازم يبقى مدروس جيدا الزوايا الأفقية الخاصة بالقاعة. عندنا الزاوية الأولى اللي هنتكلم عنها أو هنعرف عنها هي يعني ايه زاوية الرؤية. زاوية الرؤية اللي احنا اتفقنا عليها هي الزاوية اللي يقدر المدى اللي يقدر يشوفه اليوزر، واحنا عندنا two type of user، عندنا البرفورمر او السبيكر، لو هيمثل هيبدأ يبقى محتاج يبقى شايف الجمهور كله، وساعتها هيبقى اسم الزاوية دي يا اما angle of encounter او point of command، والزاوية دي زي ما احنا شايفين كده هي 130 درجة، بيبقى محتاج فيها البرفورمر انه شايف الجمهور اللي قدامه. طيب غير بقى الـ angle of encounter، عندنا الـ angle of vision of spectator او المشاهد، وهي برضو 130 اللي بيحتاج المشاهد فيها يبقى مغطي خشبة المسرح بين الخطين اللي هو اللي احنا شايفينهم امامنا دول. الشكل اللي امامنا فيه مثالين بيوضح فكرة الـ point of command، وازاي ان المسرح وتصميم المسرح ده مغطي الـ 130 درجة اللي يقدر البرفورمر فيها يبقى شايف المسرح كله، وفي ذات الوقت الاودينس يبقى شايف البرفورمر. على يعني الصعيد التاني بقى، المثال ده بيبدأ هنا زي ما احنا شايفين الجزء ده مش متغطي خالص برؤية البرفورمر. طيب عندنا هنا في الشيدد او هايلايتد بوكس دي في المسافة ما بين البرفورمر واخر صف من المشاهدين. طبعا احنا لازم نعرف المسافة دي تقدر بقد ايه وايه اهميتها. أهمية التواصل المباشر ما بين البرفورمر والمشاهد طبعا دي ليها أهمية في الدراما وليها أهمية في بعض الفنون، يعني في فنون أخرى زي الغناء مش بيحتاجوا يبقى فيه التواصل المباشر ده عشان توصل يعني بعض التعبيرات وهكذا، بس for drama theaters الـ accepted maximum distance for يعني عشان نميز الـ facial expressions أو ملامح الوجه هي 20 متر. طبعا بتزيد المسافة دي لما بيبقى فيه زي ما بنقول كده ايه عروض موسيقية. ما بين الاتنين دول ما بين العشرين والتلاتين بيدخل قاعات المؤتمرات او المالتي يوز اوديتوريومز، ممكن يوصل فيها الماكسيمم ديستنس لخمسة وعشرين متر زي ما احنا شايفين الجدول بتاعنا بقى الريفرنس بتاعنا كده، ممكن نبص عليه ونشوف الابعاد دي. احنا محتاجين 12 متر عشان نميز الابعاد بتاعت الوجه، محتاجين 20 متر عشان نميز حركات الجسم، محتاجين 30 متر عشان نميز الحركات زي ما بنقول كده ايه الـ large body movements او الحركات المبالغ فيها او حركة الجسم عموما. طيب اعمل ايه لو المشاهد بتاعي بدأ يضطر ان هو يلف دماغه بزاوية اكتر من 40 درجة؟ ساعتها هبدأ اعمل alignment للكرسي بتاعه مع الممر بحيث ان هو يبقى شايف خشبة المسرح بزاوية مريحة زي ما احنا اتفقنا بالزوايا اللي احنا شرحناها. طبعا لان بيحصل head strain او بيحصل اجهاد للدماغ او للرقبة، وبنقلل الاجهاد ده عن طريق اعادة توجيه الكرسي في اتجاه خشبة المسرح. عندنا هنا في المربع ده بعض الأبعاد الاسترشادية لمختلف أنواع قاعات الاستماع للماكسيمم ديستنس، طبعا هتقروها وتشوفوها، ولو عندكم ريفرنس تانية ممكن يبقى فيه اختلاف بسيط مفيش مشكلة. أنا اللي يهمني في السلايد دي إن احنا نتكلم على نستخدم ازاي الأبعاد دي. لو أنا عندي الماكسيمم ديستنس 20 متر فأنا بشوف البرفورمر بتاعي فين وآخر واحد قاعد في آخر صف، وببدأ بعمل دايرة من مركزها من البرفورمر زي ما احنا شايفين. الدايره دي بتعمل لي الدايره اسمها واي او جزء الارك اسمه واي. طيب لو البرفورمر بتاعي على حافه خشبه المسرح سواء كان اي او سي، ببدا اعمل دايره زي ما احنا شايفين كده بال20 متر. الدايره دي هتبقى هنا كده
والدايرة اللي من عند ال A هتبقى هتبدأ من هنا كده زي ما احنا شايفين. يبقى من ال A عملنا الدايرة بتاعتنا، هتعمل لي ارك بهذا الشكل. يبقى انا عرفت فين الزون اللي اقدر، يبقى الاماكن اللي زي ما احنا شايفين. بس هرسم ثانية واحدة، الرؤية هتبقى مقبولة لحد فين؟ فين الليمت بتاع الرؤية بتاعي زي ما احنا شايفين كده؟ ليه؟ لان انا بعمل حسابي على الاكستريم بوينتس او الاماكن اللي مش هيبقى هتبقى الرؤية فيها مش واضحة. نفس الكلام بالنسبة للسكشن اللي قدامنا ده اللي هو رقم B، السكشن بتاعنا ده ببدأ اعمل دايرة النص القطر بتاعها هو الماكسيمم ديستانس عشان خاطر اشوف الناس اللي فوق هتبدأ شايفة ولا مش شايفة. كنا شرحنا في الجزء الأول من المحاضرة أنواع الإحاطة اللي بيبقى فيها الجمهور بخشبة المسرح، واللي هي أول نوع اتكلمنا عنه هو الزيرو انسيركلمنت. وفي هنقول رول كده بسيطة قوي عشان تساعدنا لما نيجي نرسم القاعة بتاعتنا. طبعا أنا عندي هنا الستيج، طبعا هو بس الدايجرام معقد شوية لأن هو عبارة عن سيكشن وبلان في نفس الوقت. بس أنا باجي من حرف الستيج وباجي بعمل خط افقي خلاص في الناحيتين زي ما احنا شايفين كده، الخطين الاحمر دول، وابدأ اعمل زاوية بتتراوح ما بين 10 لـ30. البروز ده هو اللي بيخليني اضمن ان الناس اللي قاعدة في المسرح شايفين خشبة المسرح بتاعتي. ممكن بس نمسحها كده وبصوا على الصورة تاني زي ما احنا شايفين ان الانتفاخة اللي حاصلة هنا دي بتبقى بتتراوح ما بين 10 لـ30 دجري. السكتش التاني او الجزء اللي خاص بالسكشن زي ما احنا شايفين ده هو مرسوم هنا، ده الهدف منه يعني توضيح الانعكاسات في المسرح، يعني حاجة لسه هنتكلم عنها يعني في الجزء الجاي. هنطبق القاعدة اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت على 3 قاعات مسارح فيها الزيرو انسيركلمنت اوديتوريوم، وبنيجي عند الادج بتاع المسرح ونبدأ نتحرك ما بين 10 لـ30 درجة. هنلاقي ان البروز بتاع الكراسي متوافق مع الامر ده ومفيش اي جزء بارز او مش شايف، يعني اي حاجة او اي جزء خارج الحيز بتاع 30 درجة دول هيبقى مش شايف عندنا بطريقة جيدة، يعني زي ما بنقول كده. ممكن حتى نعمله هايلايت باللون الأصفر زي ما احنا شايفين كده. أي منطقة كراسي خارج الحد بتاع الزوايا دي مش هتبقى شايفة جيدا زي ما هو واضح في الرسم. ودول مثالين برضو لقاعات بس العدد بتاعها بدأ يزيد، بعدد الكراسي بدأ يزيد، وزي ما احنا شايفين المنطقة اللي هي ما فيهاش وضوح للرؤية ما فيهاش أصلا غير الممرات. هفكركم في السلايد دي بال 90 degrees encirclement auditorium holes، واللي فيها بيبقى الجمهور بيحاوط خشبة المسرح على خط زي ما احنا شايفين كده من 90 درجة زي ما احنا شايفين كده، نحسبها بهذا الشكل. وبرضو 130 درجة نفس الكلام، بتبقى الزاوية اللي بيحوط فيها الجمهور البرفورمر حوالي 130 درجة. طيب انا هستفيد ايه بقى من الارينجمنت دي؟ في القاعات اللي هي من 90 لـ130 درجة اقدر اصمم البوينت اوف كوماند الزاوية بتاعتها تكون نص الزاوية 65 والزاوية كلها 130، يعني الجيومتريكال شيب بتاع القاعة يبقى معمول على زاوية 130 زي ما احنا شايفين. طبعا ده بيأكد لينا ان زاوية الرؤية بالنسبة للمتفرج مظبوطة، وبالنسبة للعارض او البرفورمر برضو مظبوطة 130 و130. اللي امامنا بقى على الشمال ده مثال احنا طبقنا عليه الزوايا دي، هي fan-shaped auditoria، وزي ما احنا شايفين كده حتى الأبعد سيت أو الديستانس سيت شايف المسرح. هنا مثالين قاعتين تانيين بأعداد مقاعد، يعني في قاعة منهم 200 فرد
في قاعة 250 فرد برضو متصممة على 130 درجة زي ما احنا شايفين، بحيث ان زاوية الرؤية تبقى مظبوطة للبرفورمر ولليوزرز او الاسبكتيتورز زي ما احنا شايفين. القاعات اللي فيها الانسيركلمنت من 180 درجة ل 270 درجة. طبعا هنراجع الجزء اللي فات من المحاضرة ونبص على الأمثلة، برضو بنشتغل بيه بنفس الزوايا 130 زي ما احنا شايفين، بس بيبقى فيه 2 points of command، واحدة في نص الستيج من جوه وفي واحدة في الستيج أو الابرون الجزء البارز من الستيج، وده المثال بتاعها. وتقدروا بقى تراجعوا أمثلة خارجية وبصوا على أمثلة من بره وتبدأوا تعملوا تشيك على الأنجلز، عشان لما تيجي بقى عندك مشروع تبدأ تستوحي، حتى لو عندك فكرة في الجيومتري مختلفة تشوف الجيومتريكال اوردر والجيومتريكال انجلز اللي معتمد عليها التصميم. آخر حاجة نتكلم فيها عن الزوايا الأفقية للرؤية، هي تأثير الممرات على رؤية المشاهد لخشبة المسرح. وزي ما احنا شايفين كده في بعض البوينتس اللي بيبدأ يحصل تيستينج للسايت لاينز بأماكن مختلفة، بحيث نشوف ايه المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها اليوزر او يبقى فيه بلوك للسايت يعني، وحاجة زي كده. طبعا اكبر فرصة ان اليوزر ميبقاش فيه اي obstruction قدامه هي الكونتيننتال سيتنج اللي هي الايلز على الجانبين. وبعد كده بنشوف زي ما احنا شايفين لو في الاستاديوم تايب من الايلز ان الاوبستراكشن بيبقى عالي جدا بسبب الممر الافقي او اللي بعرض الصاله دي زي ما احنا شايفين كده، يبقى في اوبستراكشن مباشر يعني بشكل مباشر. اما في الناحيه اللي هي فيها السنترد ايلز والسايد ايلز ما بيبقاش الاوبستراكشن يعني الا واضح الا في الاماكن البعيده زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اتكلمنا عن زوايا الرؤية الأفقية وتطبيق استخدامها في تصميم القاعات الصوتية، نتكلم عن زاوية الرؤية الرأسية. ويعني زاوية الرؤية الرأسية مختلفة شوية في التطبيق لأنها مرتبطة بارتفاعات، ارتفاعات المؤدي اللي واقف على خشبة المسرح، ارتفاع خشبة المسرح، ارتفاع السكرين أو ارتفاع شباك المسرح أو البروسينيوم. فدايما الفيرتيكال انجل اوف سايت مختلفة في التطبيق وفي استخدامها في تصميم القاعة الصوتية. من الزوايا المهمة اللي محتاجين نعرفها هي الزاوية الرأسية. لما نيجي نبقى بنبص على سكرين او على شاشة متعلقة، طبعا لو اليوزر هنا او المشاهد قاعد في كرسي بشكل ما هنا كده، المفروض ان انا بيبقى فيه خط افقي، الخط ده بيبقى ما بينزلش عنه الحاجة اللي هو شايفها، تمام؟ وعندي ادي السكرين بتاعتي وابدأ ادي السايت لاين، يبقى عندي فيه خط افقي او هوريزونتال وعندي خط مائل واصل لنهاية الشيء او الشاشة اللي انا ببص عليه، يبقى الزاوية دي المفروض ان احنا بتبدأ من 30 درجة، وفي ليها رينج زي ما احنا شايفين كده في الرسم من 30 ل 33. وفي بعض الشاشات الحالية بقى اللي هي الاي ماكس والشاشات الميجا الكبيرة قوي قوي بتوصل الزاوية لأكتر من 45 درجة. بس كل كيس لازم نبدأ نراجع نشوف الشاشة دي ايه السبيكس بتاعتها وايه السين كونديشنز بتاعتها. دايما دراستنا لزوايا الرؤية الرأسية بتبقى من خلال القطاع، فاحنا بنحتاج نعمل اكتر من قطاع للرسم بتاعنا عشان ندرس الاماكن والكيسز المختلفة عشان نتحقق من الفانكشن او الفيجوال كومفورت بتاعة اليوزرز. طيب لو انا عندي بشوف الخط الانجل اوف فيجن، الفيرتيكال انجل اوف فيجن بتبدأ دايما بخط افقي، تمام؟ بيشوف اوطى نقطة اليوزر بيشوفها واعلى نقطة اليوزر بيشوفها. لو انا عندي اليوزر هنا ودي الاي بتاعته او عينه، ببدأ امد خط افقي بيشوف مثلا الستيج، النقطة بتاعت الستيج، وبيشوف اعلى او ماكسيمم هايت بتاع البرفورمر، وادي الزاوية بتاعتنا 30. عندي لو في سكرين مثلا نفس الكلام، اهم حاجة ان السكرين ما تبقاش تحت خط البصر الافقي، بتبقى اعلى منه مفيش مشكلة، بس ما نزيدش عن 30 درجة زي ما احنا شايفين. الديستنس بقى بتعتمد على الهايت، دايما الديستنس دي بتعتمد لو عندي هنا اتش 1 و اتش 2،
المينيمم ديستنس اللي اقدر اقعد اليوزر يقعد قدام الشاشة بتعتمد طبعا على الزاوية، بتتحسب من الزاوية ومن الاتش. طيب الناحية التانية او السكتش التاني بقى بيتكلم على الرير بالكونيز او البلكون الخلفي والزوايا اللي يقدر يشوف فيها الانسان الاجزاء الخاصة بخشبة المسرح والبرفورمرز اللي عليه. طيب انا عايزة بس اوضح نقطة مهمة جدا، احنا بس هنحاول نلون او نعمل شيدنج للاماكن اللي مش هيقدر يشوفها اليوزر، يعني تحت الخط اللي احنا شايفينه ده اليوزرز اللي فوق دول مش شايفين حاجة، يعني الاخ اللي هنا ده مش هيشوف اي حاجة تحت، هو هيشوف فوق الخط ده، هو هيشوف كل ده. تمام، دي قاعدة مهمة جدا عشان نبقى فاهمين يعني ايه زاوية رأسية. هنشرح بشكل مبسط يعني ايه vertical sight line. السايت لاين هو الخط الواصل ما بين عين المشاهد والنقطة اللي احنا عايزين نشوفها او الفوكال بوينت، هنسميها فوكال بوينت. الفوكال بوينت بتاعتي ممكن تبقى ال edge of stage او حرف المسرح او اقل نقطة اوطى نقطة فيه، وممكن تبقى هي الاي ليفل بتاع السبيكر. طيب انا بوصلها زي ما اتفقنا بعين المشاهد زي ما احنا شايفين كده، وبالمشاهد اللي بعده ده يبقى اسمه سايت لاين. طب لو الفوكال بوينت فوق بوصلها من الفوكال بوينت للعين المشاهد التاني. طيب اللي بيحدد مكان الفوكال بوينت دي هنقولها في السلايد الجايه هو الديزاين اوبجكتيف او الهدف من التصميم، يبقى شايف ايه المسافة ما بين مستوى العين وأعلى الرأس اللي هي اسمها سي، بتبقى بتتحسب بطريقة يعني ليها قيمة في حالتين. الحالة الأولى هي النون ستاجرد سيتنج اللي فيها الصفوف الكراسي ورا بعض، والفرق بين كل يوزر واللي وراه وقاعد وراه المفروض بيبقى 10 سنتي عشان يلحقوا يشوفوا. طيب اذا كانت الكراسي بقى ستاجرد او تبادليه كده فيها متشفته بحيث ان كل يوزر بقى مش يعني ما بيشوفش الصف اللي قبله، لا ده بيشوف راس الصف اللي بعد اللي قدامه، ساعتها السي هتبقى 5 سنتي. احنا محتاجين بس نبقى عارفين الارتفاع ده عشان لما نيجي نحسب السايت لاينز ولما نيجي نحل مسائل ليها علاقه بحساب الرايزر اللي هتبقى في قاعه الاوديتوريوم. الفوكال بوينت هي النقطة، هي أقل نقطة على خشبة المسرح أو على منطقة خشبة المسرح اللي لازم يشوفها كل الأشخاص، يعني لازم كل واحد يبقى شايف النقطة دي. من الأكوستيكال بوينت أوف فيو الفوكال بوينت ممكن تعبر عن الساوند سورس أو يعني فم المتحدث سواء أو كان يعني المكان اللي جاي منه الصوت، ولكن في الدراما ثياترز أو في مسارح الدراما اللوكال بوينت دي الفوكال بوينت دي هتكون هي خشبة المسرح. طيب بتختلف النقطة دي، ممكن تبقى عالية مرة ممكن تبقى منخفضة حسب طبيعة النشاط اللي احنا عايزين نركز عليه، سواء كان غنائي سواء كان استعراضي او سواء كان متحدث عام. بخصوص الفوكال بوينت، لو السطح بتاع الارض مستوي واحنا عايزين الناس كلها تشوف، فالفوكال بوينت لازم نرفعها بحيث ان المشاهدين او المشاهد يبقى شايف كلهم شايفين، وساعتها الفوكال بوينت هتبقى فوق ويبقى السايت لاين موصل من الفوكال لعين كل مشاهد زي ما احنا شايفين في الرسم اللي اسفل. طيب لو في امكانيه ان احنا نعمل ستيبس او رامب او سلوب، ساعتها ممكن الفوكال بوينت تبقى تحت. دي حاجه مهمه بس لازم نعرفها، بالاضافه الى ان الفوكال بوينت مكانها بيعتمد على ايه نوع الشو او نوع الاوديتوريوم اللي احنا بنستخدمه، يعني الاوبجكتيف منه سواء كان لبرفورمانس زي دراما زي دانسينج زي اوركسترال ميوزك. ففي الدراما انت محتاج تشوف الملامح بتاعه الشخص، في الدانسينج محتاج تشوف رجلين الراقصين وهكذا، وفي نفس الوقت السبيكر انت محتاج تشوفه، وفي بعض الاحيان انت بتحتاج تشوف خشبه المسرح عشان تشوف كل التفاصيل اللي بتحصل على المسرح.
فالفوكال بوينت دي بتعتمد على الاوبجكتيف من الاوديتوريوم، وفي نفس الوقت محتاج انت تبقى محدد الارض هتبقى مستوية، لو هو المساحة قليلة، لو القاعة صغيرة مش محتاج تعمل ستيبس، ممكن يبقى سلوب رامب بسيط. لو هيبقى فيه القاعة كبيرة ومحتاج الناس كلها تشوف، هيبدأ يبقى فيها ستيبس او هيبقى فيها سلوب، وساعتها هتعلي خشبة المسرح والفوكال بوينت هتبقى عالية. عندنا 3 أشكال للأرضية في قاعات الاستماع، منها الليفلد فلور أو الأرض المستوية، ودي بتبقى في القاعات الصغيرة الليكتشر رومز اللي مش هتبقى تحتاج نرفع فيها البلاتفورم بتاع الأوديتوريوم، وطبعا بما إن الديستنس يعني أو الدبس بتاع القاعة مش هيبقى كبير. في الانكلايند فلور واللي فيه ميول، والميول دي المفروض السلوب بتاعها ما يزيدش عن 1:12، وفي الستيبد فلور اللي المفروض الماكسيمم سلوب بتاعه ما يزيدش عن 35. طبعا هو الداتا دي يعني كده جينيريك، احنا ممكن نرجع للكود بتاع الحريق ونشوف ايه الاشتراطات بتاعة الحماية المدنية. ودي امثلة للنفس للسلوبد فلورينج والستيبد فلورينج زي ما احنا شايفين. طبعا يعني كل قاعة حسب المساحة بتاعتها وحسب الديزاين بتاع السايت لاين هو اللي بيملي علينا التصميم ده. انا عندي السلايد دي فيها امثلة مختلفة لطريقة تصميم المدرجات او المنحنى اللي هيبقى في الكراسي بتاعت قاعة الاستماع. اول اختيار او اول بديل يعني هو الفلور سلوب with intermediate landing، واللي فيه قاعه الاستماع بتبقى كلها فراغ واحد زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى فيه طبعا زوايا الرؤيه بسبب ان اليوزر هنا قريب من الفوكال بوينت، بتبقى الارتفاع بتاع المدرجات او الستبس الدرجات بيبقى قليل، بس عشان خاطر نحقق رؤية للناس اللي بعيد دي بتبدأ زوايا الرؤية توصلنا ان الستبس دي تبقى عالية كده بالشكل ده. يبقى الحل بقى في وضع زي ده زي ما احنا شايفين ان الستبس دي ما بتبقاش متساوية في الارتفاع، لان لو مشيت بنفس المنحنى بتاعها الناس اللي ورا مش هتشوف حاجة. طيب الرقم 2 عندنا بديل تاني، وفي بما ان انا وصلت للماكسيمم ديبس للقاعة الماكسيمم ديبس، وساعتها اليوزرز مش هيبقوا مستريحين ومش شايفين بوضوح، ببدأ أعمل رير بالكوني زي ما احنا شايفين كده. طيب بما ان في رير بالكوني وفي نفس الوقت مرتفعة، فخلوا بالكو ان هيبقى برضو بما بعد ما هتعمل زوايا الرؤية هتلاقي ان الارتفاع بتاع الستبس دي عالي. عندنا برضو بديل تاني او تالت زي ما بنقول، في 3 حاجات، في السلوبد فلور واللي هو المفروض ان السلوب فيه ما يزيدش عن 1:12، وعندنا الرير بالكوني اللي فيه ستيبس. طبعا بما ان انا هنا اقرب للفوكال بوينت، فالستيبس بتاعتي بعد ما بحسب الطريقه، طبعا انا هشرح لكم هنحسب ازاي، تمام، بيبقى الستيبس بتاعتنا اقل بكتير من كل ما يبعد اليوزر عن الفوكال بوينت. طيب عايزين نشرح اكتر السكتش اللي قدامنا المفصل ده. المفروض ان ده الاخر يوزر قاعد في اخر صف، دي السايت لاينز بتاعته زي ما احنا شايفين مرتبطة بالبروسينيوم فريم والفوكال بوينت. عندنا اليوزر برضو اللي في البالكوني برضو السايت لاينز بتاعته مرتبطة بنفس الكلام بالبروسينيوم فريم والفوكال بوينت، واليوزر الاخير طبعا الكونز اوف فيجنز دي بتتقاطع في بعض الاحيان، ما ينفعش يبقى فيه اوبستكل او اي عائق في طريقهم، دي حاجه كده لازم انت وانت بتعمل السكشن بتاعك تبقى دارسها كويس جدا. ده رقم 1. رقم 2 المفروض ان المكان بتاع البروسينيوم ما يعوقش رؤيه المسرح او الفراغ بتاع المسرح زي ما احنا شايفين الزون ده، الفريم ده والنقطة دي ما ينفعش تعوق الحدث او الشيء اللي انا عايزة اوضحه هنا. وايه كمان عايزين نقوله، ان في احنا قلنا ان السلوب اللي ما ينفعش ازيد عنه
لو الناس هتقدر تمشي من غير ما تبقى متضايقة وفي نفس الوقت يبقى مسموح للهروب هو 1 لـ 12، وعندنا الماكسيمم ريك يعني انجل اوف انكلينيشن هي 35 درجة، ما ينفعش ازيد في الميول عن 35 درجة في الستيبس بتاعة البالكوني او البلكون. المثال اللي امامنا ده بيوضح حالتين فيهم قاعات استماع، واحدة منهم فيها clear sight line اللي هي على اليمين، والتانية ما فيهاش clear sight lines. ايه الفرق بين الاتنين؟ زي ما احنا بنبص كده على الدايرة هتشوف فيها البرفورمر واضح جدا للاودينس، الناحية التانية البرفورمر مفتوس ومش باين خالص. نعرف ده ازاي بقى؟ احنا دلوقتي بنتكلم على sight lines. احنا قلنا sight line هو الخط الواصل ما بين الاي او العين والفوكال بوينت، تمام؟ الفوكال بوينت. طيب انا دلوقتي عندي هنا في يوزرز هنا زي ما احنا شايفين، ده هنسميه يوزر 1، وفي هنا انا حددت الفوكال بوينت بتاعتي كانت على كورنر او حافه الايه المسرح. طيب يبقى انا دلوقتي ادي السايت لاين بتاعي، معلش هو الخط مش مرسوم مظبوط، اي حاجه فوق الخط ده انا شايفها، يعني ممكن بس كده نعمل بالاصفر، انا شايف كل اللي فوق الخط ده، اي حاجه تحت انا مش شايفها، تمام؟ طب على العكس بقى هنا الناحيه التانيه، الناحيه اللي هي فيها مشكله واللي هي ما فيهاش clear vision، ايه اللي بيحصل بقى؟ الفوكال بوينت بتاعتي انا حاططها فين؟ انا حاططها هنا في مكان ما بعيد، ومخلي لي الاوديو البرفورمر تحت في المكان اللي انا مش شايفه، يعني انا هشوف كل ما هو اصفر هنا في المكان اللي هو المثال الغير ناجح، فالبرفورمر موجود في المكان الديمد اللي انا اصلا مش شايفه. يبقى احنا بقى كده نبقى عارفين كده ان السايت لاين ده بيساعدني عشان اشوف ايه المدى او الرينج اللي انا هقدر ابقى مدركه وشايفه. السلايد دي عليها بعض الابعاد المهمه اللي مطلوب منكم تبقوا عارفينها، ليها علاقه بالسبيسنج بين السيتنج لاينز، المسافة ما بين أماكن الجلوس من الباك تو باك، ودي احنا اتكلمنا عنها في الأول، وعندنا ارتفاع الاي ليفل ودي برضو مهم جدا نبقى عارفينها، وعندنا المسافة ما بين الاي ليفل والهيد ليفل بتاع الإنسان، وفي كمان فيها برضو الخشبة المسرح، الأقل ارتفاع لخشبة المسرح بيبقى قد ايه. عايزة بس أقول معلومة مهمة، إن لو اليوزر بتاعك قاعد هنا تمام، المفروض إن الأي ليفل بتاعه الخط الأفقي بتاع الأي ليفل يبقى أعلى من خشبة المسرح على الأقل بـ5 سنتي، يعني الأي ليفل بتاع اليوزر إحنا عارفين إن هو 1.10 متر، يبقى خشبة المسرح المينيمم دايمنشن بتاعها هيبقى 1.5 متر. الرسم اللي أمامنا بيوضح سكتش دراسي أو كروكي دراسي لزوايا الرؤية عشان خاطر الجزء بتاع القاعة الرئيسية والبلكون، وزي ما احنا شايفين للبلكون بنحدد النقطة الفوكال بوينت هي حرف خشبة المسرح هنسميها P1، وبالنسبة لليوزرز اللي قاعدين في القاعة الرئيسية هنسميها P2 وهتبقى أعلى شوية من النقطة اللي فوق. طبعا النقطة اللي تحت مرتبطة كمان بالزاوية اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي 30 درجة، وعايزين حتى احنا دلوقتي بس هنحسب من غير بس ايه ما نضع في الحسبان موضوع 30 ده، عايزين نحسب زوايا الرؤية زي ما احنا شايفين في الرسم امامنا. احنا بنعمل ايه؟ هنشوف زي ما كده شايفين احنا بنرسم محلات هندسية للاي ليفل بتاع اليوزرز، هنسمي كده ده يوزر 1 يوزر 2 يوزر 3 يوزر 4. انا المفروض ان انا عارف ان الاي هاي الاي هايت ليفل بتاع اليوزر 1.10 متر 10 زي ما اتفقنا. طيب اليوزر 2 المفروض ان الاي ليفل بتاعه بيزيد ب10 سنتي عن اللي قبليه، يعني انا هزود هنا
زائد 10 سنتي، وهزود هنا زائد 10 سنتي، وهزود هنا زائد 10 سنتي. يبقى أنا كل مرة هزود زي ما احنا شايفين كده 10 سنتي. طيب بعمل ايه بقى بعد الموضوع ده؟ بنزل المتر 10 بتاعتي من هنا، من اخر نقطة عندي، ده اول يوزر، هي اوريدي كانت متر 10. اليوزر اللي بعده بعد ما زودت 10 هنزل متر 10، فهيجي لي هنا ده المفروض الهايت ليفل، وهنا هيجي لي الهايت ليفل لحد مكان ما هنا، وهنا هيجي لي الهايت ليفل. لو وصلت النقط دي، الخطوط او الهايت ليفلز دي، هلاقي ان انا وصلت الكيرف بالشكل ده. الكيرف ده بيحقق لي equal seeing angles، كل الناس شايفة زي بعض، بما ان الفرق ما بين الاشخاص، انا خليت السايت لاين بتاع الشخص ده غير الشخص ده غير الشخص اللي قبله. زي ما شرحنا في السلايد اللي فاتت طريقة رسم زوايا الرؤية، زي المثال ده اللي أمامنا ده، بيبقى فيه theoretical rate curved rake، أو يعني منحنى نظري، تمام. هو بيبقى يعني زي ما بنقول كده فيه زوايا، بس احنا بنبدأ بقى طبعا نرسم أقرب ما يكون للستريت لاينز عشان خاطر يبقى feasible معانا. طيب السلوب بتاع الأرضية ده أنا مش هقدر أعليه عن 1 لـ12، يعني لو لقيت السلوب بتاعي بتاع الأرض بعد ما رسمت خطوط الرؤية أكبر من 1 لـ12، لازم أحول السلوب ده لستيبس، يعني زي ما احنا شايفين ده ممكن يمشي معانا، ده مقبول، ويبقى في السينما الأرض بتبقى يعني فيها منحنى خفيف كده عشان يبقى مقبول من اشتراطات الهروب. طيب لا افرض بقى ان المنحنى طلع زي ما احنا شايفين كده عالي كده، ده طبعا ممكن يبقى غير مريح للكبار السن ولبعض الناس، وممكن يتسبب في ان الناس تقع. يبقى بنعمل ايه؟ الحل ان احنا نعمل ستيبس. طب هل الستيبس لما هنرسمها على المنحنى ده هتبقى متساوية؟ لا مش هتبقى متساوية، يبقى هيبقى فيه نون ايكوال ستيبس. يبقى الايكوال سينج يساوي سلوب فلور، ويساوي في نفس الوقت نون ايكوال ستيبس. طيب هنشرح في السلايدز الجاية ازاي نخلي الاوديتوريوم ده في درجات متساوية وفي نفس الوقت بيحقق زوايا الرؤية. معانا في السلايد دي مثال مشروح بالتفصيل، وهسيبكم تقروه وتحاولوا تحلوه مع نفسكم. هو كده، او يعني زي ما بنقول كده، في اكتر من طريقه لحل التدريج او حل المدرجات بتاعه قاعات الاستماع، وموجوده في كتب الداتا باشكال مختلفه وبمعادلات مختلفه. فالمثال اللي انا حطاه هنا استرشادي، احنا بس بنتعرف على ازاي نعمل سايت لاينز عشان خاطر نقدر نوصل للجود اكوستكس. فهحط لكم كمان الريسورسز كلها في الاتاتشمنت، بحيث ان يبقى عندكم الريفرنس بتاع الداتا اللي انا جايباها وهعرضها في المحاضرة. ده شرح الاكزامبل، وفي حل الاكزامبل في الشريحة اللي بعدها. النقطة الخامسة اللي بتتكلم عن المتطلبات التصميمية الخاصة بمكونات قاعات الاستماع، هي الستيج بروجكشن او شاشات العرض. طبعا التطور يعني سريع جدا جدا في يعني ادوات التكنولوجيا، وفي بالذات في شاشات العرض، ونحس اذا كانت يعني اتطورت في الفتره الاخيره، فكل يوم بتزيد التكنولوجيا بتاعتها والابهار اللي هي بتعمله للمشاهد يعني او المستخدم. اول حاجه هنتكلم عنها ان السينمات زمان، او يعني انا مش هتكلم عن السينما عموما يعني بشكل خاص، بس انا هتكلم على الشاشات العرض او البروجكشن. زمان كان الفيلم اللي بيتصور 16 ملي، بعديها طلع فيلم 35 ملي، بيبدأ الديتيلز تبان اكتر في الفيلم، وبعد شويه ظهرت الافلام 70 ملي. زي ما نفتكر كده زمان الأفلام القديمة شوية بيبقى فيها نغبشة أو فيها نقط كده، دي الأفلام 16 ملي. بتبدأ بقى الدبث بتاع الصورة يعلى، والتفاصيل تكبر، والشاشة الأسبكت ريشيو بتاعها يكبر،
طبعا لحد ما وصلنا للسبعين ملي دي كده. بعد كده حصل نقلة بقى كده، بارادايم شيفت، وبدأنا دخلنا في الديجيتال بروجكشن. وبقى الديجيتال بروجكشن بقى مفيش حدود للنقاء الصورة بقى، وبنبدأ ندخل في الفور كي والحاجات دي. طيب دلوقتي احنا بنتكلم على الديجيتال بروجكشن، هو ليه اصلا يعني تقنيات معينة وليه سبيكس وريكويرمنتس معينة. يبقى احنا دلوقتي مش هينفع نستند على الداتا القديمة، احنا لازم نبقى up to date بأحدث الـ يعني زي ما بنقول المتطلبات التصميمية اللي نقدر نطبقها في التصميم بتاعنا. من ناحية البروجكشن تكنولوجي لازم على قد ما نقدر نكون up to date. يعني لما هاجي اصمم قاعة، طبعا يعني قاعة دلوقتي حالا انا هصمم قاعة فيها شاشة، لازم ارجع للسبيكس بتاعتها واشوف البروجكشن تايب بتاعتها وهكذا. طيب السلايد اللي قدامنا دي بتبين الاسبكت ريشيو بتاعت شاشات مختلفة من شاشات العرض، بتبدأ من الريجولار ثياتر زي ما احنا شايفين، انا هشاور عليها بس هي مش باينة قوي عشان لونها اصفر. دي الريجولار ثياتر، النسبة بتاعتها الاسبكت ريشيو بتاعتها كانت كده، بدأت تكبر معانا الاسبكت ريشيو للفاميلي بتاعت الاي ماكس زي ما احنا شايفين، لحد ما وصلت لحد الاي ماكس كلاسيك. في نوعين اساسيين من الاسقاط او المكان اللي بتحط فيه البروجيكتور عشان ينقل الصورة. النوعين الاساسيين دول مش مرتبطين بموضوع التكنولوجيا، لا هو مرتبط بالمكان اللي هتحط فيه البروجيكتور. في النوع الاول اللي هو الفرونت بروجيكشن، اللي بيبقى فيه غرفة الاسقاط بتبقى خلف المشاهد، يعني المشاهد الاودينس في النص، وده اسمه فرونت بروجيكشن. وفي نوع تاني اسمه، وطبعا هنا بيبقى فيه الضوء يعني شعاع من الضوء بيعدي بالشكل ده، بيكون بيعدي فوق المشاهد يعني زي ما بيقولوا كده. طيب النوع التاني والرير بروجكشن او الاسقاط الخلفي، ان الاوضة اللي فيها البروجيكتور بتكون خلف الشاشة. ده طبعا ليه ميزة كبيرة جدا، ان انا لو بعمل بروجكشن والقاعة دي انا مش هحتاج اضلمها، لان البروجكشن ده بيخليني انا مش محتاج اضلم القاعه زي في حاله الفرونت بروجكشن. الحاجه التانية، انا لو حد عدى قدام البروجكشن لاين ده مش هيحصل ان هو يعني يعمل الشادو اللي بيحصل على الشاشه. عندنا لسته هنا كده، ممكن تقروها بقى براحتكم كده تعرفوا تفاصيلها، بتعرض الفرق بين الرير بروجكشن والفرونت بروجكشن. تمام، احنا بنعرف ليه الموضوع ده، ايه اللي يهمنا في الحكايه دي. اللي يهمنا هو علاقة البروجيكتور او السنتر اوف بروجيكشن مع السكرين. في حاجة اسمها سنتر اوف بروجيكشن، والقواعد اللي بنبدأ نصمم عليها القاعة بتبقى مرتبطة نوعا ما بنوع الاسقاط سواء كان امامي او خلفي. المخطط اللي امامنا بيعرض ايه هي الزوايا الخاصة بتصميم القاعات اللي هيبقى فيها عرض خلفي rear projection. طبعا المسافات اللي هنا دي بتوضح المسافة ما بين البروجيكتور والشاشة. ايه اللي انا بستفيده لو انا عندي المسافة دي؟ طبعا ده استرشادي وانا الهدف منه بس ان انا بنشرح ازاي نقرأ القواعد دي ونقدر نطبقها على الرسم بتاعنا. طبعا هي بتتغير من وقت لوقت، يعني نوع البروجيكشن ده لو هو مش عندك في المشروع انت مش هتستعمل اصلا الدايجرام ده ايا كان. دلوقتي لو انا عندي center of projection هنا مثلا الريشيو بتاعته 2 to 1، هاجي عند الجراف ده وهلاقي ان الزاوية اللي المفروض اشتغل بيها في البروجيكشن ده هي الزاوية دي. ساعتها اي كرسي او اي زي ما بنقول كده هنعمل شيدنج للحتة دي، السيتنج اللي موجود خارج الاطار بتاع الزاوية دي هيبقى شايف بطريقة مش كويسة او مش هيبقى مستريح في الرؤية. يعني ده البيست فيوينج انجل زي ما احنا بنقول كده، شايفين هنا اللي في النطاق ده البيست فيوينج اريا. يبقى انا دلوقتي مثلا في الريشيو 2 to 1 هلاقي ان الزاوية بتاعتي 38، ريشيو 3 to 1 هلاقي ان الانجل بتاعتي 45. يبقى انا ساعتها هبدأ هلاقي هختار
هختار البروجكشن ديستانس على اساس اشوف المساحة بتاعة القاعة بتاعتي. طبعا التطبيق على المسقط الافقي بهذا الشكل، هنلاقي ان الريشيو بتاع 2:1 الزاوية 38، يبقى النطاق اللي مش هيبقى شايف كويس ممكن بقى نعمله باللون الايه الازرق، تمام هو ده. راح فين الازرق؟ بلاش الازرق، هنخليه الاصفر بس عشان يبقى واضح. يبقى النطاق اللي هيبقى الرؤية فيه مش لطيفة هي الكرسي، الكرسي ده بالظبط ونص الكرسي ده. يبقى انا عرفت كده ان دول مش افضل اماكن، خلاص ساعتها بقى بعمل كومبرومايز، يا اما ببعد بعمل سبيسنج للسيتنجز، او بيبقى خلاص فيه بقى ان انا خلاص هتقبل ده وهبدأ ازود مثلا سيتنجز في اماكن اخرى. هنعرض في عجالة الاسبكت ريشيو بتاعة شاشات السينما، سواء كانت ليها يعني زي ما نقول لو احنا عندنا given height فهنشوف ال width المقابل ليها، او لو عندنا given width ثابت constant هنشوف ال height المتغير بتاعها ايه. طبعا ده هينفعك انت في الديزاين، يعني احنا بس مش بنحفظ الارقام دي خالص ولا يهمنا نحفظها، احنا بس نعرف ان في aspects معينة بتستخدم في القاعات العرض او قاعات الاستماع. هنكتب عليه best viewing area، ويبقى بقى الناحية اللي هي الأزرق بقى اللي هنلونها دلوقتي، تمام هي الغير مرغوب فيها، يعني أي كراسي في الجنب ده هتبقى في الزون ده اللي جنب الشاشة هيبقى قاعد مش شايف الصورة distorted. طبعا احنا ممكن نبص بقى على الـ على السكتش اللي قدامنا ده اللي هو فيه في الهايلايتد بوردر ده الاحمر، زي ما احنا شايفين الزوايا بتاعتنا اهي 30 وادي 45. طبعا الرينج بتاعنا بيبقى فيه يعني درجات، يعني هنا الانديزيربل جامد جدا وبعدين ده معقول يعني شوية نوعا ما وده البست وهكذا. طيب ايه تاني الريفرنس عندي لما اجي اعمل استخدم فلات سكرين في اوديتوريوم او في هول حتى صغيرة؟ ببعد اول كرسي بمسافة طبعا من مضاعفات بقى ايه السكرين هايت. طب احنا دلوقتي في السكشن عشان نبقى سهلة كده على دماغنا، احنا محتاجين نعرف الديستنس او السبيس ما بين السكرين والاول الصف الاولاني، ده هيبقى ان ريفرنس تو السكرين هايت، بما انك في القطاع فانت محتاج الهايت. نفس الكلام بالنسبة للدبس بتاع أقصى دبس أو أقصى عمق للقاعة، برضو بيبقى in reference to الهايت بتاع الشاشة السكرين هايت.
في نقطة مهمة كمان بتحدد لنا أماكن أو مكان الصف الأول من الشاشة، هو بيبقى معتمد على زاوية، الزاوية دي المفضل إنها تكون من 30 ل 35 عشان تبقى مريحة، طبعا في حالة إن السكرين هايت ده صغير. في بعض الأحيان طبعا في الأنظمة الجديدة الديجيتال ممكن الشاشة تبقى بارتفاع الأوضة كلها، وانت بتبقى اصلا يعني باصص على جزء معين من الشاشة ومش كل المنظر هو في الـ angle of vision بتاعتك. هنحاول في المثال ده نحلل ونستخدم الزوايا اللي احنا شفناها في الفلات سكرين اللي هي من 30 ل 45، وبنقيسها من الايدج بتاع الشاشة او حافة الشاشة. خلاص بنقيس من عند 30 لحد 45، ده احنا اتفقنا للفلات سكرين. طيب في داتا بقى مثلا خاصة، انا عارف انها سبيسيفيك خاصة بالرير بروجكشن وزوايا خاصة بالرير بروجكشن، هدخل اشوف السنتر اوف بروجكشن عندي مسافته او البعد بتاعه عن الشاشة بتاعتي قد ايه، اشوف الريشيو وابدأ اشوف الزاوية المقابلة ليها هتبقى كام، وساعتها بقى هبدأ اوصل لدايجرام كده لفين الاماكن اللي هي زي ما بنقول كده يعني مش محببة قوي او اكستريم اكستريم، ومش مش هيبقى افضل الاختيار لليوزر يعني. بس فاحنا مش الهدف ان احنا نطبق ده بالحرف، احنا محتاجين بس نعرف ازاي نقرأ الداتا ونعرف ازاي نطبقها بحيث ان احنا نحقق افضل تخطيط للفراغ. ده مخطط اخر للشاشات الكيرفد او الكيرفد سكرين زي ما احنا شايفين. الدايجرام ده لذيذ جدا، هو بيقول لك لو انت عندك شاشة الويتس بتاعها او العرض بتاعها W والبروجكشن بوينت بتاعتها او البروجكشن ريديوس بتاعها معلوم مثلا بالضرورة، هنا هتلاقي ان البروجكشن ده على بعد 2W زي ما تشوف كده، هنا هتلاقي دي W ودي W، دايما البروجكشن اكسس بيبقى من مضاعفات الويتس بتاعك، فهتلاقي هنا عندك دي W ودي W خلاص، ودي في نفس الوقت برضو هتبقى من مضاعفات ال W خلاص، وغالبا هتلاقوا داتا كتيرة قوي للحاجات دي هتقدروا تفهموها بعد كده، انا بس بوضح لكم ازاي نقرأ الدايجرام يعني. بعد ما بتوصل ده اسمه ال Projection Axis او محور العرض. خلاص ال Projection Axis ده ببدأ احط يعني اشتغل منه يمين وشمال الرينج بتاع الزوايا بتاعي اللي هو من 30 ل 45، وهنا من 30 ل 45. خدت المجال الاول للرؤية الجيدة زي ما احنا شايفين، ده المجال واحد خلاص، الكون او المخروط هنسميه مثلث واحد او مخروط يعني كون كون اوف فيجن يعني 1 اللي هنا النقطة دي، وعندنا بعد ما وصلنا بالبروجكشن اكسس واشتغلنا 30 من 30 ل 45، طبعا ممكن تشتغل على 30 ممكن تشتغل على 45 شوف حسب المساحة بتاعتك، وجينا اشتغلنا الكون اوف فيجن ده هيطلع لي هنطلع كون 2، تقاطع المخروطين بتوع الرؤية دول هيطلع لي افضل رؤية وافضل مجال للرؤية في القاعة بتاعتي. احنا محتاجين بس نعرف نقرأ الداتا، نعرف نقرأ ازاي الديزاين ريكويرمنتس دي اقدر اطبقها على المشروع بتاعي، في نفس الوقت مدينا هنا المجال في الزوايا في الزاوية الرأسية ما بين 30 ل 35، هي بتوصل ل 45 في بعض الأحيان، فأنا دي كاتباها من عندي بس في الريفرنس مكتوبة من 30 ل 35 في حالة الكيرفت سكرين. طيب يبقى عندنا دلوقتي الماكسيمم ديستانس بتوين لاست رو اند سكرين بتتعرف من خلال ال W، وهنلاقي ليها اشكال مختلفة حسب نوع البروجكشن، هديكم الامثلة بس مش هنركز فيها قوي يعني، هي بس المجرد الايه العلم. عندنا قاعات العرض الخاصة بافلام ال 16 مللي والقديمة قوي 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 يعني، ده دي المخطط بتاعها او المعايير التصميمية بتاعتها، بيعمل زوايا كذا، بيبعد بالسنتر بتاع القاعة كذا وهكذا. تمام، عندنا معايير التصميمية بتاعت فيلم 35 بيبدأ بقى بيشتغل بريديس مختلف أو أوسع وزوايا في الرأسية أوسع، ودي الاعتبارات التصميمية بتاعت الأفلام 70 ملي، غير بقى طبعا قاعات الديجيتال وغيره يعني إلى آخره.
بس احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالتعريف بالمتطلبات التصميمية يعني، او الاعتبارات التصميمية الخاصة بعناصر قاعات الاستماع، والهدف بس ان احنا نوصل ل يعني الترمينولوجي، نعرف يعني ايه الترمينولوجي، الكلمات العناصر المختلفة اسمائها ايه، وظيفتها ايه، مكانها ايه، وشكلها المعماري ايه. تبدأ بعد كده عايز تفصيلة تدور عليها، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت كنت محتاج تعرف يعني ايه good acoustics، هنعرفها منين غير لما يبقى فيه good vision او good بقى sight lines. فاحنا يعني طبعا مهدنا للسايت لاينز بان احنا اتكلمنا عن السيتنج والسيتنج تايبس والايل تايبس وهكذا، عشان نوصل ان احنا نتكلم على السايت لاينز، بحيث ان احنا نمهد بقى للجزء الجاي او الجزء الثالث من المحاضرة اللي هيتكلم عن الصوتيات بتاعة قاعات الاستماع. شكرا ليكو، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تستفيدوا بالكلام ده، وعايزه فيدباك يا ريت يعني ان شاء الله بعد المحاضره بقى نبدا نتواصل، بحيث نعرف ايه الحاجات اللي وقفت قدامكم وايه الحاجه اللي محتاجين تعرفوا عنها. شكرا.